جميلة جميلة كلك جميلة 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 كلك جميلة جميلة على صورته مخلوقة طبعته مهمة بفضله مفدية بدمه كلك جميلة أعطى قيمة كلك جميلة أعطى قيمة جميلة جميلة كلك جميلة 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 كلك جميلة سلام المسيح معكم مشاهدينا برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج كلك جميلة رح نحكي اليوم عن موضوع كتير حلو عن الأحلام والطموح برحب فيكي مادلين أهلا وسهلا متيلا أهلا فيكي مادلين كلنا حلمنا أحلام إحنا وصغار وقديش منشوف مرات الأطفال بتحلم أحلام مرات واقعية الطفل بده يصير دكتور بده يصير محامي ومرات بيحلموا أحلام كتير غريبة مثلا ممكن طفل يكون بده يصير عصفور أو يطلع يعيش في الفضاء فعنا كتير أحلام إنه إحنا وصغار وقديش منشعر هاي الأحلام بتعطينا هيك مشاعر كتير رائعة بالذات لما نفكر بالمستقبل وقديش ممكن يكون مستقبل كتير حلو فيه تتحقق كل أحلامنا فسؤالي لإلك إنه قديش ممكن يأثر التفاعل الأهل وردات فعلهم اتجاه طموحات أطفالهم وأحلامهم يعني السؤال وموضوع هالقد جميل بالنسبة للأحلام يعني أروع إشي يعني بيعطينا هيك دايما أمل هو لما بنحلم بمستقبلنا ولا بنحلم بأشياء لقدام وسألتيني بالنسبة للأهل والأطفال الأطفال من هنا صغار بيحلموا والأطفال عندهم خيال هالقد واسع والأطفال تصوراتهم كتير بعيدة عن كتير مرات زي ما قلتي الواقع الإشي اللي بيأثر علينا وبيأثر على أطفالنا هي ردات فعل الأهل اتجاه أحلامنا يعني أكيد يعني لما تكون ردات فعل إنه ولا يمكن أنت بتقدر تصير هيك أو حتى لو عصفور ولا إشي بده يطير أو إشي يعني غريب يعني عادة كتير لازم نشجع إحنا فكرة حتى إنه هن عم بتخيلوا وكل ما بيكبر الإنسان يعني هو بتوعى لحاله بينضج لحاله وبيعرف أصلا إنه الإنسان ما بتحول من إنسان لعصفور فبصير شوي شوي إني يصير أحلامهم أكتر واقعية بس النقطة هون مش إنه هو موضوع إنه نشجعهم على هاي الأحلام ولا لا بس هي فكرة قديش مهم إنه إحنا كلنا نحلم وكلنا نفكر بالمستقبل وكلنا نطمح ويكون لكل إنسان أهداف وهذا الإشي بتعزز فينا من الطفولة لكن رغم هيك بقدر دايما أقول إنه لو حتى ما كانش عندنا هذا التعزيز في البيت في الطفولة ولا مرة متأخر إحنا لما بنكبر ولما بنتطور في حياتنا بنصير إحنا نفكر بأشياء أبعد من اللي كنا دايما نفكره حتى في إطار البيت والأسرة فحتى لو إنه أهلنا ما شجعوناش أنا بضلني أقول ليش أنا دايما برجع وبحكي هذا الإشي لأنه أنا وياك اليوم كنا هيك وإحنا على الطريق نتحدث كيف إنه إحنا بنيجي من بيوت مرات اللي ما تعززت كل هاي الأشياء اللي إحنا عم نطرحها بحلقاتنا مع بعض وما كانت متوفرة فبالتالي دايما بقول إنه في فرص الله بتيح لنا إياها إنه نتعامل نتشارك مع ناس نكون متواجدين في محلات جديدة مع أشخاص جداد اللي عندهم أحلام عندهم طموح فبنتعلم منهم ومش غلط مادلين فيش حدا فينا بحب الفشل يعني أكيد أنت ما بتحبي تكوني فاشلة في إشي وأنا أكيد أنا ما بحب أفشل بإشي فكيف ممكن طموحي وأحلامي توصلني إني أنجح؟ أوكي لازم هلأ نبدأ من موضوع لما أنا بحلم معظمنا نوقع في ثغرة اللي هي لما أنا بحلم دايما بحط أنا أوكي لما ببدأ من بداية خاطئة إنه أنا شو بدي أسوي أنا شو بدي أحقق أنا بدي لإيش أوصل أنا قديش بدي أحوش قديش بدي أمتلك أنا قديش بدي أهتم في شكلي وكيف بده يكون أنا النقطة هون اللي بتسألها في تحقيق أحلامنا وهي الخاطئة دائما بفكر أنا وهذا هو لما بقول عن أهدافي أنا شو هدفي بالحياة هذا غلط لأنه قد ما الإنسان يوصل من تحقيق حتى دراسة حصول على مال ممتلكات أجمل حتى ملابس وأروع يمكن شكل بيبقى الإنسان كتير دايما مع كل التحقيقات
في بحياته ثغره وفي بحياته عدم اشباع وبضله يسعى ويسعى ويسعى. يعني مثلا ماتيلدا بنطلع هلا على المشاهير، بنطلع في قنوات وبنسمع عن امتحان، نسمع ناس اللي مش ناقصهم شيء، لا شهره لا مصاري مال ولا شيء، لكن بنحرفوا او بصير بحياتهم او بلتجئوا للانتحار. يعني حتى الاشخاص اللي هن بضحكوا العالم زي ممثل معروف انه هو كوميديان، بنفس الوقت بنسمع انه بنهايه هو انتحر. طب هذا بضحك الجمهور، يعني شو بيوصل لهيك انسان انه ياخذ قرار للانتحار؟ اللي بدوصل له لانه احنا بنفكر انه تحقيق الاحلام والطموحات هو إشي بتعلق فيي انا، واذا بدور حول هاي الدائره، هاي الدائره ابدا لن تشبع. لكن السؤال الحقيقي لازم يكون في حياتنا، بالذات إحنا اللي منتبع الرب وبصير فعلاً هو المركز وهو القيادة وهو فعلاً اللي حدته قدامي، يعني بسعى وراءه، يعني ما بدي، هو الهدف أصلاً اللي بدي أرضيه في حياتي. فبصير أسأل الله، يا رب أنت شو خطتك لإلي؟ أنت وينك تحطني؟ أنت إيش الحلم اللي أنت في قلبك لإلي؟ يعني حتى في حبقوك في محل معين بيقول له الله لحبقوك، هذا كان هو يتساءل الرب، يا رب وانت في ظلم، لو انت رح يبقى الظلم، لو انت رح نبقى كأنه نسعى نسعى ونفكر ها هينا عم ننجح كشعب الله ونرجع نسقط يا رب ونشوف في قامع وفي ذل وفي ظلم. فكان الرب عم بيقول له اكتب الرؤية، كان عم بيقول بعطيه رؤية انه لا في رح يكون في شيء مختلف، لكن كان عم بيقول له اكتب الرؤية، وكان عم بيقول له انتظرها وحتى لو توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. معناه عرف هو المفتاح إني أنا بلتجئ لله لما أعرف إنه أو أدرك أو أشعر يمكن أنا مش عم بوصل لمحل وفي فشل في حياتي. لكن أنت قلتي إنه ولا واحد فينا بحب الفشل، لكن حتى نوصل لتحقيق أحلامنا لابد إنه نمر في اختبارات كثيرة، وأنا بسميهاش فشل، أنا بسميها تدريب ماتيلدا، لأنه فعلاً الإنسان كيف بده يتعلم إذا ما مر في تجربة ما زبطش فيها أول مرة؟ معلاش يعني هلأ إحنا بنروح على مدارس، مش شرط أزبط بكل الامتحانات، بس هل حتى مكون مصيري وراء تجربة إنه ما جبتش علامة كويسة؟ ومين قال هن العلامات بتحدد فعلاً مين مستقبلي؟ فهاي التجارب الماضية مش شرط إنها هي اللي تكونني في حياتي. لما بلتجئ للرب حتى لو بشوف ظلم، حتى لو بشوف فشل، أعرف إنه حتى التجارب اللي بخوضها ما زبطت فيها هي تدريب وليست اختبار فشل، اختبار تدريبي الله بدخلني فيه، بطلع بنضج أكتر، في معرفة أكتر، بطلع بحكمة من هاي التجربة. بس كمان بحب إني أحكي لكل شخص إنه كل إنسان لما يكون عنده رؤية مش غلط إن أو حلم مش غلط إنه يستشير الناس. في مثلا في أمثال بيقول 15 مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. يعني في ناس بصير عندي حلم أوصل مثلا أكون معلم شاطر، طب مثلا إذا استشرت الآخرين يمكن يقولوا لي إنه إحنا ما بنشوفك مثلا في دور معلم، أو عمرنا سمعنا مثلا طريقتك في التعليم أو طريقتك في التعليم، فبالتالي إحنا محتاجين كمان نسمع من اللي حوالينا لأنه في أشياء إحنا بشوفوها إحنا مش شايفينها. حلو هاي النقطة. طب مدلين يعني بموضوع النجاح اللي عم نحكي عليه، تقدري تعطيني أشياء عملية أو تعطي المشاهدين كأنه طرق عملية كيف أنا حقيقي أحدد أحلامي؟ لأنه مرات أحلامنا بتكون براسنا كأنها مشتتة وإحنا مش عارفين نحددها. يعني بدي طريقة واضحة أنا أكون عن جد عم بعرف شو أحلامي وكيف ممكن أوصلها. أوكي. رح أعطي طريقة بسيطة هيك اخترتها لأنها بسيطة، وإذا نسينا إذا نسيناها رح تتلخص في كلمة. الكلمة هي بالإنجليزي shape. shape من إيش متكونة؟ shape. كل حرف هو بيعني إشي، فأنا يعني إذا تذكرت shape فبقول مثلا S يعني spiritual gifts يعني مواهب روحية. الله ضحط في حياتنا مواهب روحية، فكل واحد فينا محتاج يعرف شو هاي المواهب. في معرفة الكلمة، في التقرب من الله، في حياة الصلاة بكتشف كتير مرات انه عندي مواهب ما عمري كنت عارفتها. قبل شوي اعطيت مثلا فكرة التعليم يمكن اركز عليها. مثلا اذا انا بحس انه انا عندي موهبة في التعليم، معناه لما انا بطرح موضوع معين بيكون عندي مثلا اسلوب تشويق الناس بتنجذب لإله، او في اذان صاغية دغري بيقدروا يستوعبوا الاشياء اللي انا ببسطها وبعطيهم اياها. فأول نقطة إني أنا لازم أعرف، كل إنسان لازم يعرف شو هي المواهب الروحية اللي الله حطها في حياته.
تقدر تقولي لنا شو هي المواهب الروحية؟ يعني في مواهب كتير بحسب الكتاب المقدس. في عنا مواهب مثلاً بحكي عن الوعظ، بحكي عن التعليم، عن الكرازة، بحكي عن الكرازة والتبشير، بحكي كمان في مواهب إحنا بنقول يعني ناس بيقولوا هي طبيعية، لكن إحنا ممكن نختبرها ونقول عنها مواهب روحية. مثلاً حتى المدبر، شخص المدبر في الكنيسة، العطاء، عطاء الناس المحتاجين، الفقراء، في كتير أنواع من المواهب. فكل شخص مفروض يكون عنده واحدة من هدول أكيد. المواهب. أكيد، وعشان حلقتنا قصيرة ما رح أقدر أخذ كل واحدة وواحدة، بس فعلاً الإنسان اللي معني بيقدر فعلاً يختبر من كلمة الله، وكمان زي ما قلت يسأل الناس في الكنيسة المرشد الروحي أو المرشد الروحية اللي عنده. هاي المواهب. هلأ التانية اللي هي إيش؟ حرف الاتش. اتش، إيش هو؟ هارت. هارت تيجي إنه القلب، نبضات القلب. كل واحدة عندها نبضات قلب. شو يعني؟ يعني إشي بتستمتع فيه، شغف القلب. أوكي. شغف القلب إشي بتستمتع فيه يعني بطريقة طبيعية. يعني مثلا مدلين، إذا حدا بسألني شو شغف قلبك، فدوري ممكن تقولي مثلا إن هي تكون في دوائر نساء، حديث مثلا، هذا شغف قلبي. لو قعدت فيه مثلا من الصبح لليل ما راح اتعب. أوكي. ولا راح امل ولا اروح مثلا تعبانه حاسه مستنزفه او محترقه. كل انسان في عنده شغف قلب. في ناس بحبوا يقضوا وقتهم مع المحتاجين، عندهم مواهب اللي فعلا يكونوا مع الناس البسطة المساكين، يقضوا وقت. انا بعرف نساء مثلا مرات بيجوا حتى من برا بتلاقيهم بيمشوا بالشوارع بتعرفوا على فلان وعلى انت، ناس بسطة قلبهم فعلا قلبهم مع الناس. هذه نوعية من الناس. فكل واحد فينا عنده شغف القلب، فلازم احنا ندور عليه نعرفه. فانا كمان ايش حبيت كمان اعطيكم امثله مثلا عشان اكون عمليه اكتر. مثلا انا بحب الطبيعه والجمال والالوان، فبتلاقي الاشياء اللي يمكن الله يحطني في له علاقه حقيقه في الجمال في الالوان، يعني حتى موضوع الديكور، حتى موضوع اللبس له علاقه في الرب، يعني ايش حاطط في حياتنا مش اشي غلط. انا مثلا بحب اعمل كل شيء بكفاءه وتنظيم. طب هذا شخص منظم، هي انسانه الله معطيها اللي هي بتحب تعمل هذا الشيء، فهذا الشيء بتميل له. كويس انه احنا نعرف هاي الاشياء كيف بتقود حياتنا. كمان لما بحب كمان احكي الايه اللي فعلا هيك لمست قلبي وانا حضر للموضوع، اللي هي برؤيا 17:17 بتقول لان الله وضع في قلوبهم ان يصنعوا رايه. يعني في شيء الله واضع في قلبي وقلبك اللي احنا بنعمله هالقد بطريقه طبيعيه، بالاخر كانه بقودنا لمشيئه الرب، بس هو الرب حاطه بحسب رايه هو. فعشان هيك لازم كل وحده فينا هي تبحث عن شغف القلب ونبضات القلب، لانه رح نعمل هذا الموضوع في ابداع. لما انت بتكوني في المحل مع الناس بالموقع اللي فعلا انت بتعملي هذا الشيء بطريقه طبيعيه وسعيده فيه، رح تحسي انك رح تبدعي فيه. حكينا إيش؟ هلأ حرف الـ A. إيه الأبيليتيز، يعني قدرات الإنسان. فهون كمان لازم أنا أعرف إيش الأبيليتيز تبعتي، شو أنا الأشياء اللي بعملها. فذكرت مثلاً زي موضوع التنظيم، الإنسان اللي بيكون منظم. كمان مثلاً عندي القدرة، قلت مثلاً أنا شخصياً عندي قدرة على التعليم. ناس عندهم قدرة على الإدارة، يعني حطي هلأ مدلين في مركز إدارة رح تفشل تماماً. فلازم تعرف فعلا اذا هذا الاشي انا بقدرتي اقوم فيه ولا لا. بدي الخصها بجمله، هي كيف انه انا اجد في نفسي مدفوعه بطريقه طبيعيه لاشياء اللي انا عندي امكانيه اني اشارك فيها الاخرين. اوكي، فمثلا زي ما انا طرحت مثلا اذا انا معلمه بلاقي انه انا عندي امكانيه كتير سهله اني اشارك الناس بالمعلومات، ما عندي مشكله فيها، يعني اشي بيطلع بعفويه كانه بدون مجهود، وطبيعي عندي بدون مجهود. هذه امكانياتي. هلا احنا قلنا اس اتش اي بي، هلا بي. بي بيرسوناليتي، بي شخصياتنا. الله خلق لكل إنسان وكل واحد فينا شخصية متميزة، ذكور ولا إناث. أنا عشان دائماً مشاهدات هيك هذا الميول، فأنا بحكي عن المشاهدات تبعوني. فالله خلقك في شخصية متميزة، وعادةً نحن بنقسم الشخصيات عادةً لأربعة شخصيات، مش رح أحكي عنهم بهذا الحلقة كتير، بس هي برضو بتلخص في كلمة بسيطة، ديسك، دي آي إس سي. دي دومينانت، الشخصية المسيطرة الإدارية، المدير، الوحدة اللي بتنحط في إدارة وقادرة إنها تنظم أمور.
اي انفلوينشال اللي هو الشخص المؤثر اللي بيجيب حيويه لكل مجموعه بالصف. حتى اذا بنكون بصف بنلاقي انه لو كان جامعه ولا بروضه ولا بمدرسه بتلاقي في هاي الشخصيه اللي بتطلع اللي دائما تعمل لك اشياء عفويه. وفي عندنا الاس اللي هي سنسيتيف الاشخاص الحساسين للناس، يعني احتياج ماتيلدا كثير بيضايقني، يعني احتياجها اللي عندها بيأثر على حياتي، فانا سنسيتيف لاحتياج الاخرين، انا حساسه انه ما يكون إشي عم باذي اللي حوالي. هدول الناس حساسين، مش انه حساس بزعل بسرعه، مش انه حساس اناني، حساس للاخرين. اوكي والسي اللي هي كونشس اللي هو شخص بيعمل كل إشي بضمير واعي، لازم يقوم في الاشياء مرتبه. فهدول الناس بتحطيهم بيرتبوا كل امور بيرفكت، يعني بحبوا يقوموا بكل شيء بكفاءه. هدول الناس برضو مقسمين احنا الشخصيات لكمان مجموعتين من الناس، اني اشخاص متحفزين، يعني مثلا مدلين مش معقولة تحطيها مثلا في مجموعة كبيرة، لو كنا باحتفال ولا مناسبة بتنضغط. ليه؟ أوكي. شخصيتي اللي الله خلقني اياها، انا انسانة بحب مجموعات صغيرة، لقاءات فردية، او اني ادخل على مجموعة كبيرة بس يكون في حوالي ناس بعرفهم برتاح. في الاشخاص مين المنطلقين بسموهم، اللي هن السوشيال الاجتماعيين، وين ما تحطيهم زيك متين بفهمي بتلاقي المجموعة وبتختلطي فيها وممكن تكوني علاقات هالقد سريعة. فمثلا هدول احنا وكل واحدة فينا لازم تعرف فعلا هاي الشخصية. اوكي هدف في الشيب، فانا ليش بحكي لك هيك، بدي هدف البيرسوناليتي اللي هي البي اللي هي في الشيب. هلا انا ليش بحكي لك هيك، بدي اعمل معاكي هلا اختبار. طيب واحنا على الهواء. اوكي فبدي اياكي على الورقة والقلمين، القلم اللي قلت لك يكون معنا، بدي تكتبي اسمك في ايدك اليمين. بعرفش اكتب غير باليمين. اوكي بالانجليزي ولا بالعربي؟ بالعربي مش مشكلة. طيب رح اكتب اشي غيره؟ لا يعني ما اخليش وسع. اوكي مش خطي. فممكن هلا طلبت منك بايدك اليمين اني بدي تستعمليها دائما بطريقه طبيعيه، اكتبي اسمك في ايدك الشمال. واو انت صعب، حاول. طيب اوكي بدي مش عاطل. لا مش عاطل، لا بالعكس طلع مرتب. بس السؤال هون كيف شعرتي وانتي تقومي في نفس المهمة، كيف شعرتي لما انا طلبت في الايدين المختلفين؟ يعني بالايد اليمين شعرت كتير براحة وما كنتش حتى عم بفكر، وتلقائي هيك طلع طبيعي صح؟ بالضبط. اما بالايد اليسار حتى كأنه كنت عمالي بتذكر كيف اسمي بنكتب وكيف الحرف بنكتب، يعني كنت عمالي كأنه ببذل مجهود اكتر وانا اكتب، غير انه اصلا ايدي مش مرتاحة. بالضبط. وليش انا عملت هذا بهدف انه لما انا بعمل الاشي بحسب الطبيعة تبعتي بحسب شخصيتي بعمل الاشي بسهولة، زي ما قلتي بارتجالي بطبيعية بسهولة وطالع مني بدون اي مجهود، لكن لما بعمل الاشي اللي هو لا يتناسب لا مع قدراتي ولا يتناسب مع شخصيتي، فبالتالي انا ببذل مجهود وبتعب. يعني لو طلبت مصطنع بالضبط، وانا بحس انه انا يعني مش ايش اللي عم بقوم فيه، ليش هالقد انا مرهقه، ليش انا تعبانه. فمثلا لو طلبت منك تكتبي جمله اكيد كان شعرتي متعبه بالنهايه، انه يعني كثير صعب انك اكتب كل هاي الكلمات. اوكي ليش انا عملتها، عشان بقصد انه كل انسان حتى يوصل للنجاح لازم ما يعمل الاشي اللي عند الشخص الاخر. مش يعني كثير مرات احنا بعجبنا احلام اخرين، طموح اخرين، اهداف اخرين، محلات وصلوا لها اخرين، بس الهدف انه انا اعرف وين الله حطني انا، وين بده اياني اكون. فاذا هاي بالبرسوناليتي لازم اعرف شخصيتي. والاخر شيء اللي هي ايه يا شي متيدا؟ اكسبيرينسز خبراتنا الماضيه. ومين فينا ما مرش في خبرات ماضيه؟ لها انواع. صح. خبرات سيئه، اوكي خبرات حياتيه الى علاقه في التعليم، اوكي خبرات بالاسره، اوكي خبرات في الوظيفه، خبرات حتى في تجارب في المهنه. ممكن اغلبها سلبيه بتكون، ممكن بس يمكن انا زبطت في المدرسه مثلا، كنت البنت المتفوقه الشاطره. هلا خبراتي هاي الماضيه اذا كانت حتى سلبيه، مثلا لو انا خبره شخصيه ذاتيه بحكي عن حالي، فانا فقدت مثلا ابوي وانا كنت صغيره، تجربتي الحياتية رح تخليني أقدر أشعر مع ناس آخرين بمروا مثلا في هيك تجربة. يمكن الله يحطني في محلات اللي أشعر مع الناس وإني متألمين،
يعني مثلا ماتيلدا، هل غريب مثلا انه انا الشخص اللي هو مثلا بشتغل كتير في المشورة، فبقول يعني طب خبراتي الماضية في المدرسة مثلا، هات اقول لك كنت البنت اللي مثلا هادية، وكنت اسمع صحباتي كتير بيحكوا، فمثلا اتشارك في لما يكون عم بمر في تجارب صعبة انا اسمع، كانوا يحكوا لي انه انت مصغية، يعني انت انسانة مصغية. طب هلا انا وين دوري في المشوره؟ انا بعمل مشوره بشكل يعني هذا يومي، هذا دوري، اوكي. فهل غريب جدا على الله نختار حتى الخبرات الماضيه تبعتنا بتساعدنا حتى تساعد ان وين نتكوت حياتنا حتى نتمم مين راي الله، صح. اوكي. فمهم كثير اطلع تجاربي وين وصلت حتى في التعليم، الوظيفة وين توظفت في حياتي، ليش أنا دخلت هيك مثلا، أنا كإنسانة بحكي عن تجربتي عشان ساعد الناس، صح. مثلا بديت أنا في البداية أشتغل مع أطفال معوقين، وكان كنت أبدع في الطريقة مثلا كيف أتواصل فيها مع المعوقين، فشعرت أن الله بعطيني طريقة توصيل للتعليم، فهلأ أنا إنسانة معلمة حتى بس أعلم مثلا في جامعة أو كلية، معناها أنه الرب بيقودنا حتى من خلال خبراتنا هاي القديمة ويورجينا إيش هو بده يعمل في حياتنا. بس شعرت مادلين المفتاح كأنه لكل اللي انحكى إنه قديش أنا مهم أنا أكون عارفة ذاتي 100%. يعني كأنه مرات كتير منكون نراقب أشخاص بحياتنا مودلز إنه هن المثال لإلنا، أنا بدي أكون مثلها. فقديش مهم إنه أبطل أركز على الآخرين، مش بشكل أناني، بس أركز على نفسي، أعرف نفسي وزي ما قلتي شخصيتي وقدراتي حتى هقدر أحدد الأحلام اللي في حياتي وكيف أوصل لها. شكراً كتير على هاي الحلقة، عن جد كانت كتير حلوة. مشاهدينا حلقتنا انتهت، واستنونا في حلقة تانية. جميلة جميلة.